أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن السيد ينظر من المملوكة إلى ما يظهر غالبا خلاف المتسري، والسؤال: متى لا يجوز للسيد أن يتسرى بالمملوكة؟ إذا كانت مشتركة بينه وبين غيره فإنه لا يجوز له أن يتسرى بها، أما إذا كانت خالصة ملكها خالص له فيجوز له أن يتسرى بها، أنها ملك يمين، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. نعم.